استاذ احمد السيد، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر، بحييك وبحيي كل متابعينا. يعني جاءنا الان ان في قرارات جديده صدرت من النادي الاهلي، ماذا لديك؟ طبعا كان في اجتماع مجلس اداره للنادي الاهلي على مدار الساعات الماضيه، ومجلس اداره النادي الاهلي بحاله انعقاد تام. سامعني استاذ عبد الناصر؟ ايوه سامعك. وبالتالي جاءت قرارات مجلس اداره الاهلي، يعني بعد يعني استمر اكثر من 3 ساعات ومتابعه لكل الملفات، وخلينا نقول كعاده مجلس اداره النادي الاهلي بيتابع الاحداث، بيشوف المشاكل. احنا كنا اتكلمنا على مدار الساعات والايام الماضيه، شكوى البعض من غلو تذاكر او رحلات الخاصه بمسانده وتشجيع النادي الاهلي في المغرب في نهائي دوري رابطه الابطال الافريقيه، يعني بعض الامور. فخلينا نقول قرارات مجلس اداره النادي الاهلي في الاجتماع الذي انتهى منذ دقائق: واحد، الاستمرار في الدعوى القضائيه امام المحكمه الرياضيه الدوليه أي كانت التداعيات المقبلة سلبا أو إيجابا لإرساء مبدأ العدالة بعيدا عن أي خلافات وهمية مع أندية شقيقة يتحدث البعض عنها، خاصة وأن الاتحاد الأفريقي لم يرد على الطلبات المشروعة للنادي والذي تم إرسالها إلى الكاف منذ حوالي 4 أيام. تمام. اثنين، دعم النادي لرحلة اليوم الواحد لجماهير الأهلي الراغبة في السفر إلى المغرب لمساندة الفريق بواقع 3000 جنيه عن كل فرد من المسافرين، ويقوم النادي بسداد هذا المبلغ لشركتي السياحة الوطنيتين لاكي تورز وماستر ترافل، واللتين تم تفويضهما من النادي بهذا الأمر. ووجه مجلس الإدارة الشكر وتحية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن تتحمل خزينة النادي المبلغ المشار إليه. يعني كده الأهلي سيساهم ب3000 جنيه لكل فرد طالع. لكل فرد طالع في الرحلة اللي هي ذهاب وإياب في نفس اليوم، لكن اللي عايز يطلع بثلاث أيام فيها جزء سياحة ده النادي الأهلي لن يدعمه، لكن اللي مسافر في رحلة اليوم الواحد. بالظبط، سواء مع شركة لاكي تورز أو ماستر ترافل والاتنين شركتين وطنيتين، النادي الأهلي هيتحمل قيمة 3000 جنيه عن كل فرد، وده أعتقد مبلغ محترم، يعني نسبة مئوية كويسة عن يعني قيمة المشجع ذهابا وإيابا وكل المصاريف الخاصة برحلة اليوم الواحد، يعني 3000 جنيه عن كل فرد. تمام. الرفض القاطع لمجلس إدارة النادي الأهلي لمحاولات البعض إثارة خلاف مع نادي الوداد المغربي الشقيق، والتأكيد اجتماع بين الخلاف حالي مع الاتحاد الافريقي فقط، والذي جاءت حيثيات قراره الخاص بتحديد ملعب المباراه هي متناقضه، وان النادي بيعتز بالعلاقه الطيبه اللي بتربطه مع كل الانديه المغربيه الشقيقه ومسؤولياتها. اخيرا، تكليف الكابتن محمود الخطيب برئاسه بعثه النادي الاهلي وترك تحديد موعد سفر الفريق لرؤيه الجهاز الفني. يعني يمكن كلها الحمد لله حاجات انفردنا بيها مع حضرتك. احنا يمكن قلنا بلمس ان الكابتن محمود الخطيب بشكل كبير هو اللي هيرقص البعثه، وقلنا كمان ان النادي الاهلي بيفكر في دعم رحلات، فالحمد لله النادي الاهلي استجاب لطلبات الجماهير ويتحمل 3000 جنيه عن كل فرد. كمان النادي الاهلي بياكد من خلال نقطه ونقطتين ان هو هيستمر في الدفاع عن حقوق نادي بغض النظر عن التداعيات ده، فمكمل في رحلته في المحكمه الرياضيه الدوليه، ودي اهم نقطه كمان انه النادي الاهلي يؤكد مرارا وتكرارا تقديره لنادي الوداد المغربي، تقديره للعلاقات مع الانديه المغربيه، علشان برضو الناس اللي بتحاول تعكر صفو الاحداث، لا، النادي الاهلي ليس في خلاف مع فريق الوداد، الاهلي مش خلاف مع الانديه المغربيه عموما، يعني عشان حتى الناس لما ذكرت قبل كده في مباريات حتى للنادي الاهلي مع انديه شقيقه، لا، حتى مع الرجاء، حتى مع، فلا، الاهلي ليس في خلاف مع الوداد البيضاوي ولا مع الاتحاد المغربي ولا مع الجماهير المغربيه، خلاف النادي الاهلي مع الكاف، وده قرار واضح. فالنادي الاهلي يؤكد على احترامه لقيمه الجماهير المغربيه والوداد المغربي وعلاقته مع الانديه المغربيه. تمام. واعتقد يعني وانا حتى بتكلم معاك ردود افعال ايجابيه ان من جماهير النادي الاهلي على مواقع التواصل الاجتماعي لمسانده النادي الاهلي وتحمله يعني 3000 جنيه عن رحله كل واحد، اعتقد ده امر الناس بتتكلم
حاجه حلوه، لان يمكن انا كنت بتكلم مع مجموعه من الاهلاويه من شويه ان لازم اداره النادي الاهلي تستجيب لرغبات جماهير النادي الاهلي، خصوصا ان في البعض كان بيتكلم على ان بعض الناس كانت بتروح، سواء صحفيين او اعلاميين بيسافروا في البطولات الافريقيه مع المنتخبات رحله اليوم الواحد، وساعات بيتدخل احزاب ورعاه ورجال اعمال ويتحملوا هذه التكلفه. غير ده انا بتكلم على رد فعل الاهلي الرسمي، الاهلي هيشيل 3000 جنيه من كل رحله سفر يوم واحد. كمان انا اعلم حضرتك اكيد تعلم سفر 10 مليون لو سفر 10000 معناها ان الاهلي هيتحمل نفقه تزيد عن 30 مليون. ما لا يعني خلينا نوضح برضه زي عبد الناصر، النادي طبعا، لكن انت بتتكلم انت الاهلي داخل في 3000 جنيه لكل واحد، مبلغ محترم. يعني لو سفر 10000 الخزينة الاهلي يبقى ساهمت ب 30 مليون جنيه. 30 مليون جنيه. عشان كده الناس برضو اللي مش فاهمه هو ليه الاهلي ما خدش القرار في ساعتها، لان معنى ان خزينه النادي الاهلي زي ما حضرتك ضربت المثل ده 10000 في 3000 اللي هيتحملهم عن كل واحد، يعني خزينه النادي ده تحمل 30 مليون جنيه. عشان كده النادي الاهلي كان لازم ياخد موافقات خاصه من وزاره الشباب والرياضه، الجهه الاداريه ما زاد عن ال 500000 جنيه، نص مليون جنيه لازم مذكره وموافقه جهه اداريه على طول. عشان كده بالظبط، عشان كده الاهلي كان بيتحرك انه ياخد الموافقات دي عشان ما يحصلش اي مشكله، وبالتالي في موافقات الحمد لله. كمان عشان كده الاهلي وجه الشكر كمان للدكتور الوزير اشرف صبحي. فقرار مجلس اداره النادي الاهلي اعتقد قرار محترم جدا، والناس سعيده بيه، وردود افعال كويسه جدا. هتبدا اعتقد حاله الاقبال هتزيد الفتره الجايه، الاهلي كمان بيتابع لسه مع الكاف توزيعات التذاكر والامور التنظيميه، كل ده هنتابعها الفتره القادمه. النهارده تقارير مغربيه بتقول ان الباسبور المصري هو شرط دخول مباراه نهائي افريقيا، وبيقول هيبقى مجانا كمان، يعني ده موقع 360 المغربي يتكلم ان الدخول هيبقى بالمجان للجماهير. فهنتابع موضوع الجماهير ده مع بعض الفتره القادمه، وهيبقى لينا متابعات كمان مع بعض المصريين الموجودين في المغرب. فان شاء الله يعني التغطيه من النهارده لحد موعد النهائي تنال متابعه الكل يعني. فانا بتكلم عن قرارات مجلس اداره النادي الاهلي. وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس البعثه ده بيدي حاله طمانينه ان رئيس النادي موجود بيتابع بنفسه كل حاجه. كمان دعم المجلس الاداره للرحلات ده امر مهم جدا. طيب ده شيء مهم جدا جدا جدا. طيب استمرار الاهلي في المحكمه الرياضيه ده استمرار لرد فعل الكابتن محمود الخطيب على متسبي لما قال هو عايز يكلمني شخصيا ليه بواسطة هنا بوريدة، طبعا يرد على النادي ما يردش علي انا شخصيا. صح صح، وده مبدا عند النادي الاهلي. انت خلاص، انت حتى لو رايح المغرب وكده كده هتلعب، ده امر لا ليس له علاقه بان انت في حق وانت شايفه صح ورايح تدافع عنه، خصوصا وده عشان كده الاهلي حطه في بيانه. الكاف ما ردش عليك، الكاف ما ردش على النقاط اللي انت سالته والشفافيه والعمليه التصويت والحاجات دي كلها، الكاف ما ردش عليها. فعدم وجود رد مقنع من الكاف، انت بيحط علامات استفهام ويأكد شكواك ويأكد تكهناتك. عشان كده الاهلي مكمل، وعشان كده الاهلي انا مكمل بغض النظر عن التداعيات ايجابا او سلبا. يعني حتى لو النهائي اتلعب كسبت خسرت البطوله، الاهلي ملوش علاقه، مكمل في الدفاع عن حق شرعي بيثبته امام العالم كله. فمالوش علاقه، زي ما قال هعمل مؤتمر صحفي مالوش علاقه بنتيجه المباراه. اللي بيقول 3 مليون جنيه مش 30 مليون، لا 30 مليون احسب كويس. انت مستغرب الرقم ده شغلك، 30 مليون جنيه. هو 10000 تذكره استاذ عبد الناصر زي لما ضرب مثل، قال 10000 تذكره لا يتحمل 3000 جنيه. يبقى 30 مليون لو سفر 10000، لو سفر 10000 انا بوضح بس عشان هو ممكن يكون اختلط عليه. لا هو مش مصدق الرقم، اتخض من الرقم فقال لك لا يا راجل.